أعلنت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط عن نفاد جميع تذاكر سباق فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2023، والذي سينطلق من 3 وحتى 5 من مارس المقبل. وتأتي عملية بيع جميع تذاكر السباق بعد الطلب المتزايد خلال فترة العروض، ووصلت مبيعات التذاكر لعام 2023 إلى مستويات قياسية لجميع أنواع التذاكر، فقد تم بيع جميع تذاكر المنصات وقاعات الضيافة، هذا وتستقبل حلبة البحرين الدولية أكبر عدد من جماهيرها الدوليين في تاريخها الممتد لتسعة عشر عاما، مما يعكس الجاذبية المستمرة للسباق في جميع أنحاء العالم.